يعني مش عاوز اقول لك يعني، ولو ان البعض بيعتقد ان هناك اشياء، يعني انا سعيد جدا بحاله عماد متعب اللي هو فيها دلوقتي بقاله فتره. كويس انك يعني جبت السيره، لان انا كنت لسه لا لا هسالك. لا بكلم، انا بتكلم، انا لسه كنت بقول لحد في الجهاز الفني حتى وزنه دلوقتي افضل بكتير، رغبته اكبر بكتير، احساسه بالمباراه ده بالاضافه لكل اللاعبين. لكن برضه يمكن الحاله اللي فيها عماد متعب برضه انا سعيد بيها، وده هي دي الحاله اللي انا بقالي فتره كنت عاوز يوصل لها وكنت عاوز يبقى فيها. وان شاء الله باذن الله لو تم استخدامه ان شاء الله يبقى عامل ايجابي لينا باذن الله. سعداء بهذا، ومش عايزين نثقل عليك بصراحه، وعارفين قيمه التركيز، لكن انت يعني جاوبتنا على 3 حاجات مهمه جدا: الحاله المعنويه والحاله الصحيه والبدنيه والنفسيه، ثم موضوع عماد متعب، ولا يبقى الا التوفيق.